إذا برحتم فقد نحن برحنا. والله برحنا برحنا. وإذا برحتم نحن برحنا. ودائما بلقائكم نفرح. ما شاء الله. لأننا. ودائما ويسعفوك وهورتي منكم إنجين درتنكم يعني غلب. لأننا المتحابين بالله. ويسبوا منكم الله جد درتن. المتحابين بالحق. ويكون جد درتن. ونرجو أننا جنود الحق. لنياجي الله لنجورتي الله لنغون تنكون الله ونحيا بالحق نورن دو قوان ونكافح بالحق ننجو اندرين دو قوان وننتصر بالحق ونبلو اندرين الله والله ينكر قوان ونموت بالحق ما يلي قوان جزاك الله خير ويو الله يبقى من دلتي مشار جوني انني جول دي منك من جول دي مخي تور مدينه do jor so min dañ ko to yoni djul dene mako futuro tan appel ma dum do wallahi ida wajadna nusalli ma'akum al-maghrib na'am wa thumma ba'dana ba'na natlub minkum ad-du'a ta'maluna ad-du'a wallahi yey wala sallik fo yo sallik zahirin wa radiyallahu 'ani as-sahabati ajma'in wa man salaka maslakatahum tamathulan bi ithri ihsanihim ila yawm ad-din amma ba'd أحييكم بتحية أخرجتها من أعماق القلب لتكون عند التعبير بها أجمل وأعبر عنها بأدب واحترام كي تزداد حسنا وجمالا أحييكم بتحية مزودة بغاية الفرح والسرور هي تحية مقودة بالأدب والاحترام أعتذر إليكم اعتذار التلميذ حيث اضطررت أن أقول بصوت يسمعه الجميع بإذن الشيوخ لأن الله تعالى منع الصحابة أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي يخبرنا الحبيب أن العلماء ورثة الأنبياء لا شك أنني في حضرة العلماء المتفوقين بفنون العلوم وبين أشخاص مهمين لم أكن أتوقع أن أقف أمامهم لكن الحمد لله بفضل شيخي الذي أفضله على سائر الشيوخ وأحاول الاقتداء به والحمد لله أصبح لدي فرصة لأقول أمامهم كلمة وهي أنا أشكركم على ما تقومون به من أعمال صحيح أننا لا نعرفها لكن نستمع إليها ونفهم منها وشيخنا أيضا قد ألف أبياتا عنك يا سيد الرئيس مهداة إلى زعيم الحرية برام العبيد كتب فيها شيخنا زكريا تحديت السجون والضغوط والتمييز لأجل شعب أراد الحياة حياة العدل والمساومة الحرية لأجل شعب بلادك للحياة ساقك الله زعيم الحرية دست التمييز وقلت لا للعنصرية في الحياة تمار المستبدون محبين الظلام ظلام الدياجر عليك تحديت أعداء الحياة أصبحت برق الأمل والرجاء لأجل شعب بلادك من أجل الحياة جلت أقطار الأرض تعاني معاناة المظلومين المحرمين في الحياة لم تتوانى تنادي شعب بلادك بالوحدة وإنهاء عذابات في الحياة حياة بلادك رغم تجاهل المستبدي حبيب الظلام وذكر العليم أحداث الحياة برام مفكرا متنبئا مناضلا لأنها معاناة شعب بلادي من أجل الحياة شجاع موفق خطاه تسجل التاريخ تاريخ نهاية المستبدين أعداء الحياة فكانت هذه قصائد قد ألفها شيخنا زكريا عنك وأردت أن أوصلها إليك والسلام عليكم وأعتذر إليكم إذا كنت أخطأت في كلمة أو شيء فهذا الإنسان يخطئ لكن كما قال رسول خير تخطئ